الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد، والصلاة والسلام والرحمة على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس ما تفسير كشاف سورة قاف آية چند؟ آية 19 و 21 حتى 21 ده انكي جو تبعي عطو خندني دواموي ام دونت. وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرت مرني جاء بالحق حقياتي، يعني بهركس اجبي سرخوشي مرني طعم بك ويبمر. ذلك ذا مرن كاشترط به انسان ما كنت منه تحي نيني كنت جذي مرني تقول ميل ببيت نيني ونفخ في الصور ويبي نفخ كرني طبي نفخ بهيك شيء بذا ما هاتيه نفخ كرني وتبي وجاءت شي هاتيه البكي إيكاتي إن كجي هي ور أما جبوك محققة تعبيروي بلفظ ما ذلك يوم الوعيد أو يعني كا رجا وعيد يعني كو أهل خراب أو بيجي جنا جيك بين عذاب دانا ويهاب نويت. وجاءت كل نفس هر نفس تي بوين سرايا سايق ايكو داشو بالمحشر ذا وشهيد ويكي بشهاده ذا لسر عمل. لقد كنت في غفلة من هذا اي انسان تجريا ده غفلة دابوي حياتي كنتي وري ايش قبري دركبي وري حضورا خدي ملكة وتربينن دينن ويكتباج ويكي شادير سري تبدا ايش ليا غافل. فكشفنا عنك غطائك ما فرداتا راكف او قفالي بنا تراكف تشتكو تبوي قبي انانج نينان نذكر انتانا بشعبي خدي. فبصرك اليوم حديد شعبي تأيرو تو جاك تغيب تشتي بجعبي خول برخو تدبيني. ذلك كتبي زا إشارة إلى الموت زا وجاءت سكرة الموت زا ذي مرن. والخطاب كا للإنسان زا مرن كا إنسان اشترط أو خطاب للإنسان كإنسان كذا ضرباصية أو إنسان في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أدويد رضا إنسان لفظ إنسان ضرباصية بلفظ غائب أو إنسان كدودا ضرباصية بلفظ غائب أفضل ك خطابه كيجي راجي ببال وي إنساني فيه التفاتة غيبتي ببال خطابه على طريق الالتفات. ويا ذا إشارة إلى الموتنين إشارة إلى الحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذا أو حق يا كا والخطاب اختاركوا ذا راجي ببال حقيبة وخطابة كي للفاجر يبو إنساني بيودة وجاءت سكرة الموت بالحق ما كنت من التحيد وذلك ما كنت من التحيد جاء زا شاتي بالفاج اوكي شاتي بالحقيبة او حق جاء سكرة الموت بالحق شا خراب اشترط بيش ما كنت منه تحيد كيه
تنفروا وتهربوا تجي بنفري وبرادي تنيني يعني تنقري جي برادي وتنقري جي قشمة بدي وعن بعضهم لبعض العلماء أنه شان أذى سأل زيد بن أسلم عن ذلك سؤال جزالك عن ذلك جلفظ ذلك يعني كزار جبل شبايا خطاب بكيرايا فقال زيد كري أسلم الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطاب كيش بغنبرايا فحكاو أذيا خطاب بغنبرايا عليه الصلاة والسلام حكايتك لصالح بن كيسان فقال صالح بن كيسان ودبيكي والله ما سن عالية ولا لسان فصيح يعني صالح كفر مزن النين وزمانك فصيح جنينة يعني كتشي ولا معرفة بكلام العربي وزانينا كلام عربي جنينة يعني إيه كتبي خطاب للنبي أو يا وكي كتبي يانش هو خطاب للكافر خطاب كجبو كافر رأي كواكو بري جبو جبو فاجر رأي وقتا كو زا حق با فاجر دن ورئيشات بالحقيبة با كجي خطابوي وتيش كافر رأي ثم حكاهما هدو حكايات كرية للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال الحسين كري عبد الله كري عبيد الله قتيكي أخالفهما يعني إكد بي جبهنبال رأي كيبو أو يعني كزيد كري أسلمبو وإكد بي جكي رأي جفاجري رأي كافر عليكي إجا أز مخالفتي بهذا رجل أدبهم كي هو للبر والفاجر يعني ذاك هم راجي بإشارتي بالباشي بايجي إشارتي بالخرابي بايجي يعني باشي خرابجي كشكي كوجي بفلتة وجي برهبة تنه ذلك يوم الوعيد الذلك على تقدير حذف المضاف مضاف كلسال ذلك مقدرة أي وقت ذلك يوم الوعيد وقت النفخة سوري أو يا رجا يا رجا وعيدية والإشارة إشارة ذا إلى مصدر نفخة والمصدر في خبايا ذا أو نفخة سوري ك اشترط بجم أو نفخ يوم الوعيد أو رجع كهاتية وعيد داين اشترط خددا اشتا أوش يعني وقت ونفخ وقت وعيد مع سائق وشهيد شيء سائق وشهيد ملكان يعني وقتكم مرج قبري رادباء يحمل ملائكة الخضاء بمرضه أحد ما يسوقه إلى المحشر يكيوي بالمحشر سوقك ويددبا والآخر ملك تجي يشهد عليه شاديد عليه ويددبا بعمله بعمله مرضي فأواه القرش أمر الخضاء قرشي ريا خدا القرشي بأمريا خالقه خو ربي خدك ويا سائق وشهيد ملك واحد تك ملائكتك يا جامع بين الأمين جبوك دو أصيوي ملائكتنا هم ويسوقدك وهم يشاديد علي ويدد إني جبو ويا بدو أصواني سائق وشهيد وتي حال وتي تك عليك تكيه في هذا الوصفة جيد كهذا
كان وقيل وكيكو ربي جاء مع بنفس رايا ملك الملائكة يسوقوا ونفس الضجو والمعشربة ويشهد عليا وشادي ذل علي ونفس وتكريا طرف خرابي نباشيدا تعلي ونشر السلام ورحمة الله. ومحل مع صايب محل مع صايب الشهيد محل يشي النصب على الحال وجاءت سكرة الموت بالحق ما كنت من التعيد. وآيات ألقيها في من بو خوينيا زولا؟ خيرا خوم خوينيا زولا دفكي دفكي كل نفس مع سائق وشهيد. أمت؟ كل نفس أمت كل نفس وجاء كل نفس مع سائق وشهيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. جاءت جملة مع سائق وشهيد النصب على الحال من كل منصوب السر حالية بس حرش بش كل و شما إكا حال قرش معرفة ربا وكل نفس نكيرية وحيرة أف كل دفردها هي يعني تعرفي بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة جبوك كله هاتي إضافة كل نفس يعني وكي الإفلامي استغراقي هنا يا إن الإنسان كل واحدك إنسان لفي قصري كنت بيجه أف كل جبوك هاتي إضافة كرني بالنفسين به كتيا قوة الإفلامي استغراقي شو هي الإسلامي استغراقي معرفنا هر كس كنت بي هر فرد كنت بي جا أرجي هر فرد كباب بري عندي بي وكي معرفي حكم المعرفي قولي أواجه تخمني لقد كنت عنك غطاك فبصرك كنت نفس رخي عنك جنا نفسي خطاك فردات فبصرك جعبت بالكسي على خطاب النفسي أي قالوا لا نفسي ربي قلتني لقد كنت جعيلة الغفلة ويت محققها في جراندن غفلة سيدة عفوا ندى السلام ندى السلام ندى السلام يقال لا لقد كنت في غفلة أو كنت يعني لقد كنت لقد كنت في غفلة كنت بيا جعلت الغفلة كان غفلة غطاء حردك غطى غطت كريا به غطى به جسده كله ذي فرد جسدك قبض كلية كله تمام جسدك لقد كنت في غفلة من هذا يعني أبيا مجازة أو غفلة يعني مقصود جي فرد غفلة مجازة يعني وكي فردك كل شيء يخبي قبض كلية جسدك قبض ويا جعلت الغفلة كان غطاء ويا أو غشاوة ويا دمانك غطى قبط كذي بها ذي دمان عيني شابه قبط كذي فهو إنسان لا يبصر شيء تشكي نابينا لفي الدنيا إذا كان يوم القيامة وقت كل باروشة قيامتي أو فرداكو عرشترمش نكرية لحقية نقرية وبخوريا وحتى بيها حياته قدانية فإذا كان يوم القيامة تيقظ شيادبة وذالت عنه الغفلة أو غفلة كل فردية ويا دمانة أو ضعيلتبة
وغطاؤها غفلتي درا وفرداوي فرداوي جدرا فرداوي غفلتي درا فيبصر ما لم يبصره من الحق دبينا او تشتيك الند دي الدنيا اذا حقي البرانيكا دبينا ورجع بصره الكليل عن الابصار لغفلته وفدقرا او تعبوي كد الدنيا اذا وسا حقي كند دي كليل يجي بصاري مجبك وغافل بو رجع حديدا تبتوش لتيقظه يبوك شيار دبا دي محشر نرك وايو او تشتكو يشكرا قناعاتا خطبه تاني خطبه الخطان دن واسوسي وي بيتشي دبو نوالي وي خراب وماصة وفلانا ايش وكاوي دارينينا ايش يتسري وي عقل يتسري وي تعبي بينا ما لسه يتشتن ضربه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد قرينيوي ايكو هواليوي العياذ بالله شيطان او شيطان ايكو هاتيبتر مقارنة كرني هذا ما لدي عتي هذيا او ما يكون جام منا تشتيك الباب منا او تشيا او تشتيك الباب منا كو جيرا معاند بوي بنت ملكيتا مدايا وتبني هذا ما لدي وتشتك الجمنة عتيد بني أمر منو ملكيتا مدا أبيا أو إشتا ومتبيت خافان دون ومتبيت بيا ويتكل نشتا أبيا قال قرينه هو الشيطان الذي قيض له أتيا بالا مشكلني في باقي قولي تعالى أزولان تو هذا راجي بالك شبابتي كيف هذا ما لدي عتيد هذا ما لدي من ظاهرة كريم من أبراني وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اشتاق كنت نديتنا بتا كنت تشكي النادي او نديتنا بتا بن دسم نتبني ملكية طامدة والشيطان جرى وصدر يعني وكي احتلال ذكا بيا ملتا واكي مناي بيجا وريسي دا مخينا هازا هازا راجبا مرن وايو انا مقول دوام بك دوام بك بيجي اني طب قال قرينه هذا ما لدي عتيد قال قرينه الشيطان الذي قيض له ذات بالا مشكله في ان قيد له شيطان فله قرين والشيطان جرى باغي قال قرينه يشهد له قيد ازولان قيده بمعنى بغلانماية خيطي قيده مباري قيده درباس كرده بلاته مانا يعني جيرا هاتيه جيرا هاتيه سشمشكنه جيرا هاتيه نسخه بمعنى نا تي بلاوه مقو معاوية دفجه والنوالكي ميرجي بدل من از ما قيته بيزيد تي بلاوه ها بله. حالا چیکار دارم ما قیتو یعنی ما بدل تو ما خیرتو هوا. وی معنی بو؟ نقیت نه. نسخر نه بود نسخر. نه. قیده به معنا یعنی جی ویده آد بدل ویده کو بگیرا. قیده له یعنی خیره له هاتیه جویر هاتیه اوکرنا. دقیقی چی؟ نه سیدا. دقیقی دوم. يسلط البين نقيد له نسلط له يسلط الله عليه شياطين الانس فيكون له قرناء نقيد معنى مسلطه نمنح له نيسر له نسخر له نسخر يعني والله من قيد من يدوي ده غيرش معنى ويد قرطا من قاد من يقيد قيدا ديشترما تبي ديشترما يعني بصفتي او كرني اي تي باب قاد ديشترما تي دبي او كرني ما غلط مشكله يارن ما يام ما evet
نضم مثلا نقيد له نضمه اليه نسلط عليه هذا ما لدي شيء لدي جمنا وفي مل في ملكتي جنبني لملكام ده دي قوتي مدية عتيد و عتيد لجهنم إيه؟ هذا ما لدي عتيد ملي ايوه عتيد لجهنم الجهنم را عتيد عتيد يعني مهيايا حاضر جهنم يعني بيوم حاضر كريا شيطان دريم من بي مربي من بي مربي حاضر كي جهنم را امال جهنم يعني فاكر مربي يعني كم خراب كي خربان ديا وجهنم را جي حاضر يعني دبي والمعنى معنى هيت بعد انا ملكا يسوقه ملائكتي وداشو واخر يشهد عليه شاديل عليه ودددد وشيطانا مقرونا به وقت نقيد به مقرونا طيب طيب الله مشكرني يقول الشيطان افندي جرد بيكتي قد اعتدت من وي حاضر كذي لجهنم وهيئته لها وحاضرت الجهنم را بإغوائي وإضلالي ومن وي بريا ضلالتي ومن وي شري ترخص يعني أو ما يموصلتش بسيدة هذا ما لدي يعني هذا الذي لدي عقيد ما يموصلة ما يموصلة ما يموصلة ما واه بلا شيء فإن قلت إعراب هذا الكلام إعراب في كلام الشيء كيف أعرابه هذا ما لدي عتيد قلت بياد بيجن إن جعلت ما موصفة هذا ما لدي هذا ما عتيد لدي أو تشتكي وسعي عتيد مهيا كريا حاضر كريا لدي لجن قاموا صفة ما فعتيد صفة لا صفة ما وإن جعلتها موصولة ثم يبقى الموصولة فهو عتيد بدل إذا بدل شبش ما إذا هذا ما لدي هذا ما لدي أو تشتكي تشتكي حصل لدي أو تشتكي الجم حصل لي أو يا عتيد هذا عتيد هذا ما لدي يعني ما لدي شيء يعني عتيد يعني حاضر كريم وهي كريم ويا أو خبر بعد خبري هذا ما لدي وهذا عتيد أو خبر مبتدأ محدود عتيد شعتيد هو يعني أو شبو أو يكو ما لديه يكشف الجن شيطان قال خلق عالم رب عزة ألقيا في جهنم كل كفار عنيد يا رب السلام دبيكي هن بعض جند جهنمي دا هر كافري كو جينات كيريا إيمان إنان نيه كفر خدا مريه أو يبابن جهنم يو كافري كو من ناعي للخير خير را مانع وجه كو تيدا باشي و قنجي تيدا ببه ويا نفقه مال خيري دا باشي دا چه بجرا معتدي حدود الغرباس كرية مريب و الرايبة ده الشكية ده الشبهة ده وانا باوي اقف الذي او كفار عنيد وهو جعل مع الله اله اخر جران دي خالق كائنات راهنك اله الدن فالقياه ونوي بابجن في العذاب الشديد لعذاب شدة لده
العذاب الشديد ده الباب. çünkü cezaevya küfür خيره emanı o müşrik şirika çekirge cezaevi girane ütülemiş. القياد بخطاب من الله سبحانه وتعالى للملكين السابقين السائقي والشهيد خطاب خلق عالم يا رجع قيامتي شوان هاد الملائكتي كويكي إنسان دا دشينا بمحشر الدباء النكاج شاغل سر عملي وإقرار ويجوز أن يكون خطابا للواحد على وجهين تبكي القيا أساس خطابا بملائكتك تنرى نكو دو ملائكتك يك سائق ويك شهيد ديت اوجود يا يك وظيفه وهم سائق هم شهيد هم شهيد خطابا الواحد على وجهين الخطاب كيكيرا بس توجه حد ما قول مبرد قول مبرد ان تسنيه الفعل نزلت منزله تسنيه الفعل يعني وكي يقول بالقي القي بابي بابي ابو يمان تسنيه فعل دشوين دا تسنيه فعلي دي يعني دبدا فعل تسنيه يعني اما أساس تسنية تسنية فعلية وكي قد تعالى تكرار تكرار زي بابي بابي كما لإتحادهم قول مبارا أن تسنية الفعل نزلت منزلة التسنية الفعلي لإتحادهم كمك يكن يعني بدون هذا فعل يكن يكن كأنه قيل ألقي ألقي إتي أبو معنى والثاني معنى ديا وأذيا خطابا لواحد با أن العرب أكثر ما يرافق أن فرق هوالتي بك الرجل منهم اثنين تحب أبراهما فكثر على ألسنتهم من شخص زماني وانفرق أن يقولوا عبدك هوالي بيك أدبي خليلي يعني جبك أو يأو هوالي هدوني هوالي خليلي صاحبي قيفة أسعيدة أوسا تسي تسي قلان مشتكن حتى خاطب الواحدة خطاب الاثنين عرب بيكيرا خطاب ذكن دوسا بيكيرا بكن بالديارة دبيش لأن دائما هوال دي بدو ديارة ديارة ما خطاب شي بدو دونا يعني دحب هوالي هذا ناكو هوال دي بدو يعني كنت بنسي وهي معنى إنه يعني دائما كنت دحب هوالي هذا دحب دحب فأبالتي وجاء بابرا وقتا وخطابة تكن بابرا خطابة يكينا كيف خطابة دتيا عن الحجاج حجاج عليه ما عليه حجاج أفندي سيدا أفندي تالبرا تشيقول جبو أكثر دح بابرانا يا خطابة وانكو بابرا يكو يكو بجد بالتسنية بابرا نانا جبو كتبه عرب وسا از او سخاوا كدن اتزانن عرب دايما بدو حبارا هبالتي تكن يك بدو دوارا هبالتي تكن از او سا اتزانن جبروي دايما دبين قيفا اسعيدا فلان يعني دا حب هبرانن سسينة يعني دايما سسي بهبرانن وي سابه سيدا شو خطاب راسه تسنية نا إذا جبوك أكثر دائما سنة زماني وانشي سر أسعيدة قيفة فلان إذا وقتها تدوبن جي بيناكو سيبن ويا وي كتابتك يعني ها أن العرب أكثر ما يرافقوا الرجل منهم رجل عربة يرافقوا اثنين ها ده يعني دائما العرب ياك بدو دويرا يعني سيحة بأبرات كن جبروي دائما دبين كو بأبرا خبر دبين دبين قيفة أسعيدة جبوك هوالي دونه زماني وان شي استنوي هو خطاب الاشتيني ها عندي وقت يعني ياك بجي وقت ياك بجي دو دود حاسبي نا هاري ها سيدا وكي كمدمزين الطيبي وكي وهر واشد بجي ان يعني عبارة زمخشري أوه وي يرافق اثنين أو اثنين قالوا خبرة يعني حالة الطيبي مثلا سيدة سيدة خبره محذوف وقوله اثنين مفعول يرافقه
أي أكثر من مرافقة الرجل اثنين. حاصل هذا على الكوفي. أما المذهب السديد المصري فاثنين حال سد مسد خبري، أي أكثر مرافقة الرجل حاصل إذا كانا اثنين. ديك وكي دائما لو يزيد أصابكم الله الخير. هل تجد هل تريد فخذ عبارز مرسرية أو معنى متبادرية ولا سيدة ملا أن يقولوا خليلي صاحبي قيفة صعيدة حتى خاطب الواحدة خطاب عن حجاجة لأنه كان يقول يا حرسي يا حرسي يضربا نقل يا حريس من أبيكو حريس إنه أوكي منها مكشي منها نوبا كشي منها مكشي منها نوطرفان منها وإن هذا الستيفي في الحال بكية. وخلى الحسن القياء القيان خندية بنون الخفيفتين بنون خفيفة يشكو جانا نون خفيفة قطبة أليف ويد به ويجوز أن تكون الألف في القياء بدلا من النون بدل شبرنا خيفة وبا إجراء للوصل مجرى الوقف إجراء وصل أم جاري كند مجرى وقف دا يعني الوقت وقف دا بقى ألف بنون يا عندي أما برضا حال وصل يجي أم تكن جي وقف عنيدين معنى معاندين إناتشية فعين مانا مفعولة مجانب الحقي مش حقيرة دول بك معادي لأهلي جاء لحقيرة نيا منع للخير كثير المنع للمال منع الجمال منع دكك على حقوقه سر حقوق المال مانعنا إلى كد حقيوي دا بيقول المشكلة جعل ذلك عادة له أذ منعيته مال حقي وإذا بيق لان مشكرني أذ منعيتك يا عادة شكرا لا يبذل منه شيئا قط تشتكي جمال خرجا مشناك ذريا خيرتا ويا معنى كد المناع صيغة مبالغة كثير المنع المالي على حقوقي يا مناع لجنس الخير مناع الخير انك مال تاني اما شو خير دبه يعني خير طاعات جدبه خير ايمان جدبه اني شو خير دبه مناع مناع الخير ان يصل الى اهلك وخير بكش اهلي خيري يحول بينه وبينه دبه انجدنا بين وي خيري ودنا بين وان مربضا نايل الخير قيل انك قلت لي ان ذلت هذه آيات نازل بها في الوليد بن المغيرة كان يمنع بني أخيه ظالي بريق منع وانكد من الإسلام وكان يقول واردقو من دخل منكم فيه إيكو داخل بجواد إسلام دا لم أنفع بخير ما عشت أز كسين لك حتى أصابهم أز قنجي بينا العياد مناع الخير معتدين ظالمي ظالمة متخطي للحق في حقيقتك حقي خولناك مريب شاك في الله وفي ديني شبهوي خدا وخالق كائناتي ودين خدا دا مريب أذني الذي يصاد تشتكي مكروح فيس خرابيك جعل مع الله إلها آخر الذي مبتدأ مضمن المعنى الشرطي ذاتي الذي أجاك الدبي الذي جعله فعل جانتي فعل ماضي فلانتي الجواب ضمن خدا معنى الشرطي تقرأ الذي والجواب وجب فايته ولذلك أجيب بالفاي فايته الذي جعل مع الله إلهاً آخر فالقياه في الجحيم يعني إن جعل مع الله إلهاً آخر فالقياه في الجحيم وإطباب الجحيم ولذلك أجيب بالفاي فالقياه ويجوز أن يكون
الذي جعل منصوبا بدلا من كل كفار. الذي جعل منصوبا بدل شبيشرا شبيش من كل كفار. دايتي كريمة ده ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع الخير معتد مريب. ألقيا في كل الذي جعل مع الله إله الذي أو كل كفار وجعل معه أو الذي جعل بدش بش كل با متضمن وجاء بالفاي وجب أن يكون الذي جعل منصوبا بدلا من كل كفار. القيا في جهنم كل كفار بدل ايش كله ويكون فالقياه جاوي غابي تكريرا للتوكيد. القيا في جهنم واب فالقياه في العذاب اذيان تكريرا القيا او الباء تاكيدا ويا مال بس ازونا اي والله على كيف روجيتي ابرا ابقى بيروا. أصابكم الله خيرا كثيرا.